السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي، وإن شاء الله أتمنى لكم حياة كلها حب خير وصحة يا ربي آمين. ما تبخلوش عليا بمشاركة قناتي مع أصحابكم وأحبابكم والضغط على زر إعجاب للتشجيع، ونخليكم دابا مع بقية الفيديو وفي فيديو آخر إن شاء الله. بالنسبة للمقادير، هنا عندي 170 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، هنا عندي 3 ملاعق كبار ديال الكاكاو مر، هنا عندي ملعقة ديال الخل، قبيسة ديال الملح، 4 كاس ديال الزيت، عندي 3 البيضات، هنا عندي خمارة وحدة من وزن 11 غرام، هنا عندي سكر فاني، هنا عندي الكولوران ليمونتير أو ملون غذائي احمر، هنا عندي مازال عندي شويه ديال الفاني، ما كتعجبني النسمه ديال الفاني، هنا عندي 200 غرام ديال السكر سنيده، هنا عندي 350 غرام ديال اللبن، اللي ما متوفرش ليه اللبن يمكن ليه يستعمل الحليب، يعني الحليب عادي كامل الدسم، ويزيد ليه شويه ديال الحامض. هنا عندي 400 غرام ديال الطحين الابيض او الدقيق الابيض. قبل لا نبدا في تحضير الكاطو ديالي، بغيت نقول واحد المعلومه بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما متوفرش ليهم باش يقيسوا او يعبروا السوائل، بحال هادو لا ما متوفرش ليهم او لا ما متوفرش ليهم الميزان، يمكن ليهم الا متوفر ليهم دي بيبرون بحال هادو او كيف ما كنقولوا حنايا رضاعات خاوين، ما يرميوهمش، يمكن لهم يعبروا بهم بشرط يكونوا نقي، يعني نضاف او نقيين ويحتفظوا بهم ويبقاو يعبروا بهم السوائل. انا درست من هذه المرحله وهذا الشيء اللي كنت كنستعمل. المهم دابا غندوزو على بركه الله باش نبدا نوجد في الكاطو ديالي. على بركه الله، اول حاجه غادي نضيف الزبده، الزبدة خاصها تكون على حرارة المطبخ باش تسهل عليكم الخدمة. نضيف ليها كمية من هاد السكر، وبشوية بشوية غادي نبقى نضيف الكمية المتبقية ليا ديال السكر. غادي نضيف سكر فاني، نضيف هاد المليحة، نضيف مزال شوية ديال الفاني، غادي نضيف الزيت، وغادي نكمل الطراب شوية بشوية و نتنزيد في العناصر. كما تيبان لكم راني ضفت غير ملعقه كبيره ديال الكاكاو اون بودر، حيت مازال غادي نضيف الملون احمر، يعني ما خاص اللون يبقى فاتح جدا، يعني بني فاتح، ما خاصوش يكون اكثر من هكا.
هنا خليت الخليط ديالي على جنب، وغادي نجي باش غادي نلون هاد اللبن اللي عندي. المهم بالنسبه للون كيبقى عينكم ميزانكم حتى تحصلوا على اللون الاحمر اللي نتوما بغيتو او المطلوب. حصلت على هاد اللون الاحمر هذا، فاش غادي نتخلطوا لا جينواز ديالكم اولا الكيك ديالكم، الا باليكم اللون الاحمر ماشي داك المطلوب يعني يمكن لكم تزيدوا، يعني تزيدوا اللون. انا غنخليه على جنب، غنضيف الخماره على الدقيق، غادي نزيد هاد الدقيق الخليط الاول يعني شويه بشويه. انا تنضيف الطحين او الدقيق في نفس الوقت، غادي نضيف شويه ديال السوائل او شويه ديال هاد اللبن الملون. غادي نبقى نضيف حتى غنكمل الكميه ديال اللبن الملون اللي عندي. غادي نضيف هاد الملعقه ديال الخل، وغادي نزيد البابر. بالنسبه للقهوه ملي غادي نتحصلوا عليه تيجي على هذا الشكل، هذا يعني تيجي عجين ما ثقيلش ما خفيفش. بعد ما قسمت الكميه ديال العجين ديالي على نصفين كما كيبان لكم في الصوره، بالنسبه للبنات او السيدات اللي غادي يجيهم الكميه ديال المقادير كثيره، يعني يمكن لهم يديروا غير نصف الكميه، ويمكن لهم تماما يطيبوا الجينواز ديالهم او الكيك ديالهم على شكل دائري، ومن بعد غادي يقطعوه على شكل قلب. انا هنا عندي شكل قلب، وغادي نطيب كل جزء من العجين، غادي نطيبه بوحده، يعني غادي نطيب جزء بجزء، ما غاداش نطيب لا جينواز ديالي كامله في خطره واحده. المهم غادي تشوفوا معايا التفاصيل. انا بعد ما دهنت المول ديالي اللي غادي يدخل الفران بالزبده ورشيته شويه بالدقيق، غادي نضيف ليه نصف من هذه الكميه ديال العجين اللي عندي، راني سبق وشعلت الفران ديالي على درجه الحراره 180، شعلت عليه من الفوق ومن التحت. الهدف ديالي ما انا ما بغيتش لا جينواز ديالي اولا هاد جوج قلوبه اللي غادي نطيب، بغيتهمش يجيو طالعين بزاف.
المهم غادي ندخلو يطيب من الفوق ومن التحت، نعاود نرجع معكم باش نطيب الجزء الثاني. بعد ما طاب لي القلب الاول القلب الاول، والله الا طاب لي القلب الاول بعد ما طيبت الجزء الاول من العجين كيجي على هذا الشكل. هذا كيف ما قلت لكم ما خاصوش يجي طالع بزاف، بس يجي على هذا الشكل هذا. وفي نفس المول ما غادي نغسلو ما والو، يعني غادي نخليه هكاك وغنزيد ليه هذا النصف الثاني ديال العجين وغادي ندخلو حتى هو يطيب على نفس الحراره بنفس الطريقه. نعاود نرجع معكم باش غادي نصابو لا كريم. انا بعد ما خليت الجينوازات ديالي بجوجهم حتى بردو كيف ما شفتو ما تيجيوش طالعين بزاف، نجي هنا وغنحاول نطيهم على هذا الشكل هذا، يعني نعطيهم شكل مقاد ومتساوي. ندير كذلك الجوانب، غادي نحاول يعني هاد الجوانب اللي كيكونوا قاصحين شويه مع تاب او فران، غادي نحاول نحيدهم كاملين باش نقدم ونعاود نرجع معكم. كيف ما كيبان لكم في الصوره هنا طيت او قديت هاد جوج جينوازات ديالي او هاد جوج عاودوا هاد القلبين او جوج قلوبه كيف ما شفتوا درتهم بنفس الحجم، يعني طيتهم بنفس الطريقه. هنا بالنسبه لهاد الفتات ديال لا جينواز اللي بقى ليا ما غاديش يضيع، هو اللي غدا نطحنو طحنه الكهربائيه ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا نزوق به الكاطو ديالي. حصلت على هاد لا بودغ هادي، بالنسبة للبنات اللي غيطبقوا الوصفة 100% ضروري تحتفظوا بالفتات اللي غادي يشيط لكم لا جينواز الا بغيتوا تحصلوا. بالنسبة للكريمة اللي غادا نمونطي بها الكاطو ديالي، هنا عندي نصف لتر ديال القشطة طرية كاملة الدسم، هنا عندي نصف لتر كيف ما شفتوا هنا راه باردة باردة بزاف، خليت هاد الكاس خليته في كونجيلاتور وعاود ضفت فيه الكريمة. هنا عندي كاس ديال السكر كلاسي، هنا عندي الفاني، هنا عندي الماسكاربون عندي 250 غرام، هنا عندي فيلادلفيا 150 غرام. بالنسبه للناس اللي ما متوفراش ليهم الماسكاربون اولا هاد الفخوماج، يعني يمكن لكم تعوضوهم اي فخوماج عندكم، اي فخوماج عندكم ماشي مهم لا مارك، غير بشرط ما يكونش سائل يعني ما يكونش تيطلق الماء وما يكونش مالح. وغندوز على بركه الله باش غادي نطلع الكريمه ديالي. اول حاجه غادا نبدا بها غندير هاد الكريمه. انا غادا نطلع لا كريم ديالي بالغوبو، يعني يمكن لكم تماما نطلعو بالكهرباء سمحوا لي بالطرب الكهربائي ديال اليد اليدوي. هنا غادا نضيف شويه ديال السكر كلاسي وغادا نضيف هاد الماسكاربون. الفيلادلفيا نخليها حتى المرحلة الثانية، ندير فينا الفاني نضيف من هاد الفاني هذا البودرة او اون بودر حتى هو غادي نضيف منه شوية وغندوز على بركة الله باش غادي نطلع الكريمة ديالي. انا بعد ما تماسكات ليا الكريمه ديالي غادي نضيف الجبن التالي اللي كنت خليت على
الكولاجين او الفيلادلفيا، وغنزيد مازال نكمل نطلع على كريم ديالي. الكريمه اللي حصلت عليها على هذا الشكل هذا، يعني كتجي متماسكه مزيان. غادي نخليها على جنب. هنا الجواز ديالي راني قلبتها كيفما شفتوها، قلبتها على ظهرها. وغادي ندوز على بركه الله باش غادي نبدا ندير المونتاج ديالي. معلومه يعني مهمه جدا، يعني ما كاينلاش تسقيو بالنسبه للبنات اللي غيطبقوا الوصفه ديالي 100%، ما كاينلاش غادي نتسقيو الكاطو، يعني هذا الكاطو ارطب بزاف، بالعكس ردوا ليه البال في الخدمه باش ما يتهرش ليكم. يعني ما كاينلاش البنات غادي نتسقيو. هاد غنزيد الطبقه الثانيه، نضفت لها شويه غير باش نبوشي لها اولا نسد لها يعني نقادها. نشطها ونضيفها لهاد الطبقه الاولى، غنحاول نقاد مزيان، يعني ما غاديش نورك بزاف. هنا غادي نستمر ايطالي هاد لاكريم ديالي على الكاطو كامل حتى نكملو، نعاود نرجع معكم. بعد ما ايطاليت الكاطو ديالي بالكريمه كيفما تيبان لكم في الصوره مع الحفاظ على شكل قلب، ندوز لهاد المرحله. دابا غادي نسوبودغي بهاد البودغ لي شالي ميكسيت قبيله، غادي نحاول ندور عليه لا بودغ، يعني هاد لا بودغ ديال اللي ندورها على القلب كامل. عاد نرجع معكم. هنا بالنسبه للكريمه اللي شاطت ليا لونتها، قسمتها على جوج، درت اللون الوردي فاتح واللون الوردي ناصع. دابا كنشكل على شكل وريدات. الا كانت كتبان لكم ايدي حمراء، فلتات مني العلبه ديال الملون الغذائي، داكشي علاش كتبان لكم ايدي حمراء، وقعت حادثه صغيره. هنا كنضيف هاد دي بوتيت روز على هاد الشكل هذا، ومن بعد التزيين كيبقى اختياري، كيبقى حسب الرغبه وحسب الذوق. ضفت ليهم هاد على شكل بونبون صغيورين باش كيعطي شكل زوين للكاطو ولهذوك الوريدات.